الجريمة التي كان يقوم بها السي توفيق بوعشرين. هذا القانون أولا ما كيعنيش أشخاص بعينهم. القانون حينما المشرع كينص على قانون معين أو قاعدة قانونية، شنو الأصل في القاعدة؟ أنها عامة ومجردة، ما كتجيش من أجل شخص معين أو من كتجي من أجل ظاهرة معينة لمعالجة في الجرم معين أو ظاهرة معينة. وبالتالي أن بوعشرين مواطن كجميع المواطنين، له حقوق وعليه واجبات، أن يطبق عليه قانون التجارة بالبشر ربما لسوء حظه أن هذا، ولكن القانون تطبق من 2016 وكاين ملفات. أنا قلت لك كاين ملفات معروضة على القضاء في جميع محاكم المملكة، وملف بوعشرين هو واحد من دوك الملفات. اللي كان ماشي سليم وماشي سوي هو ان الناس اللي شرعات هذا القانون واللي صدقات على هذا القانون في البرلمان واللي جعلت منه قانون وطني اساسا وظرف تشديد هو دولي، هي من خرجت تعارضه وتعتبر بان ما الفعل الذي قام به توفيق بوعشرين لا يمكن ان يدخل في خانه الجرائم المنصوص عليها في قانون التجاره بالبشر، مع العلم ان التكييف القانوني للجرائم هو مخول للنيابه العامه وحدها، والحكم ببراءه او ادانه الفاعل كيف ما كان نوعه بوعشرين او غيره هذا هو موكول للقضاء وحده الذي يقوم بتنزيل النص القانوني، والقضاء حينما يظهر هناك لبس كيرجع الاعمال التحضيريه ديال البرلمان، والاعمال التحضيريه ديال البرلمان تعتبر ما قام به توفيق بوعشرين كيدخل في الأعمال التحضيرية تناقشت على الجرائم التي تقع على النساء داخل مقرات العمل، لأن مجرد أن تكون الضحية تشتغل تحت إمرتك وسلطتك وخاضعة لك في إطار علاقة تبائية ومارست عليه فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة 448 واحد، كتجعل منك غير مجرد أنك تشتغل تحت هذا سبب من أسباب اعتبار الجريمة من جرائم التجارة بالبشر. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.